عمر ايش عم تعمل؟ ايش عم بعمل؟ صرت شوف شحن الفلفل والفلفل الملح زيك فيهم كلهم راح اطعميك اياهم. والله لا اطعميك اياها هاي انت. هاي الفلفل انا اكلها. هاي اللي انت راح انا اكل. طب ايش احلف لك انها لك هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه سمي سمي. احلفش. مكتوب على اسمك انت راح تاكلها. هسه نشوف. هسه نشوف. مرحبا انا فيد مريد. سيبك من هدول الشغلات ورانا حلقه وراح تاكلهم هسه. والله الفلفل الك. عدنا لكم في حلقة جديدة من VID مشاهير. هالمرة التيك توك الرائع محتوى مميز بالهداوة، لما تحضره بتجوع تنعس تسترخي تحس حالك قاعد على الشط. الرائع التيكتوكر فيد مريد. تنعس عجبتني اول مره بسمعها وصراحه هيك بحس حالي قاعد نعوسه. صرت عارفين فكره البرنامج ما حنعيد. عندنا اسئله يا بتجاوب يا بتتعاقب. عندك ورقه قلمك اوكي وعليك بالاسئله. تحب تبلش بالاسئله ولا ابلش؟ حجر قص. اللي بفوز مرتين بفوز. اوكي يا سيدي مرتين. حجر ورقم قص. ايه النوع اللي بغير رأيه. وحش. انت لانك فزت تختار مين يبلش. تفضل بلش. انا بلش. نقي لك معلقة. نقي لك واحدة. انت حكيت لي انه هاي خامس مقابل انت بتعملها. اوسا مش مشكلة الرقم. مين ازنخ واحد قابلته في هذا البرنامج؟ اديله حوض نعمع. حوض نعمع. وين حوض نعمع؟ شو يلا نقي لك واحدة يلا. ليش هيك؟ ما هيك اللعبة. ازنخ واحد ايه راح يجاوب؟ انا قاعد بفكر ارميها على حدا منهم من باب المونة. بس نسحب. يا رب الفلفل. يا رب الملح والسكر. اوه إيه؟ سبحان الله معلقة ملح لا الحلو بالموضوع انا ما بعرف انو الملح وانو السكر فبدي اخمن. لا سهلة. انا حاسس انه هاي السكر لونها شوي عصفار فيا رب. السكر عصفار. هدول مواليد فوق ال 2020 هيك سكر عصفار. رب يلا بسم الله روح توكل. عطى سكر. اي والله حظك منيح. اوكي دور سؤالي هلا صح؟ الله يستر منك انت من نظراتك. كذبه كذبتها على مرتك. ايش ما كانت يا زلمه كل يوم هاي زم ولا اسهل منها ولا انت فكر انه يوم راح تفهم البرنامج؟ هي ما بتفهم عرفت. تغلطت. لا يا زلمه تغلطت. سالت السؤال هذا سهله. مثلا مرتي شوف بلشت هي تفهم كلمه من هون ومرات بنكون مثلا ماشيين بالشارع وبيجي واحد مش ابن حلال بزت كلمه في بتحكي لي شو هذا حكى؟ بقول لها عادي بسلم يعني مش شيء هيك زي ترجمة الام بي سي يعني بتشتغل. جميل. بالزبط. طيب صديقي والله نجوت منها. والله زبطت معك للاسف. جهز لي حالك. جاهز. المره الماضيه سكر هلا ما ضلش سكر. مين اكثر كونتنت كريتر ما بتحبه بالاردن؟ ايوه اللي بعده يلا روح. في تيك توكر بالاردن عنده فوق ال 200 الف اوكي اسمه عمر رفاعي بيشتغل بشركه طماطم. جد؟ ما بحب محتواي يا اخي. انا حر يا اخي. ما بحب محتواي يا اخي. انا مالي عمر رفاعي. انا مالي دخل. مش فاهم الموضوع هو لسه. انا انت يسلم علي. لا يا زلمه لا 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 شو هالاجابه هاي؟ ما بصير. انك تنقي ايش ياكل. كثير هيك انت ايش ليش حاطه راسك براسي اليوم؟ انا انقي مبينه. تفضل. كاتشب صح؟ بتحبني انت. تعرف هدول شو اسمهم؟ هدول ورق شجر صح؟ تشيلي بيبرز. هلا انا بحب بس معلقه كامله انا ما جربت. تفضل سيدي. ايه استنى خلينا نفرجيهم. عطى اصلا عادي. روح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه سمي عادي صح؟ حقي الان عادي. ابلع انت. ليش بتعلي؟ حقي الان عادي. اذا ما ابلع ما تعلي انت عم بتدمر حالك هيك. لحد الان مش كثير سيئه. قويه وبتلهلب بس مقدور عليها والله. مستني اتفها بس ما احتاج. عادي تاكل اكل سبايسي وهيك. لا والله انك وحش. والله انك وحش. سكر مع فلفل. منيح ان عندكم اربع حمامات جنب بعض. نقي اللي بدك اياه. اوكي طلع ابتسم. بمحتواك على تيك توك كثير بتصور اكل فالا ما بيوم من الايام طلعت لك اكله وانت يعني كانت زفت 100%. فيا صديقي بدنا تعطينا اسم المطعم. اسمه وايش الاكله؟ طيب شوف بصراحة أنا لما الأكل يكون مو منيح بعتذر منهم وما بنزل. طب شوف راح أعطيك إجابة. محل اسمه ولا بلاش يا زلمة. خلاص يا زلمة اسحب ورقة وريح حالك. خلاص والله جبتني. كاتشوب. لا يا زلمة لا تمزح. فرجيهم. لا اسمع بدي احط بس شوية ملح عليه عشان يطلع اسكا. وهي فيه شوية تشيلي هون. يلا طالعة.
السؤال هذا قوي. انت بتشتغل بطماطم، لو اجاك اوفر من شركه ثانيه اعلى بتروح ولا ما بتروح؟ حلو كثير، عرف ايش قصدك بكلمه اعلى. يعني مصاري احسن، شركه اكبر، يعني باختصار اوفر احسن لإلك. هلا الجواب ما بروح حتى لو كانت الشركه اللي بروح عليها اكبر، مصاري اكثر، ما راح تكون، خلينا نحكي بالمرونه والفلكسبيليتي تاع الطماطم. احكي لك الفلكسبيليتي احسن، ما ظنيت فيه بالاردن فلكسبيليتي اكثر من طماطم. مثلا تيك توك، انا ماسك اكونت تيك توك، اللي بشوفه مناسب بعمل على تيك توك بس، ما حدا الا اذا كان في شغلات يعني رولز معينه ما بزبطني اطلع عنه. ما اعتقد في شركه من هاي النقطه احسن من طماطم، لهيك لو كانت الميزات الثانيه اكثر ما راح اروح. خلص فير انف، فير انف. ولو لقيت شركه احسن من هاي الميزه مع انه مستحيل راح اروح. تمام، ظبط الجواب. السؤال الجاي رحيم، كيف ضبطت معك انك تساوي اعلان لصالون حلاقه وانت اصلع؟ الاصلع يمكن اكثر واحد بحلق. هاي مش دعايه باي ذا واي، هذا حلاقي الحاره عندي، بروح عنده كل اسبوع مره مرتين. صحيح. هل في مشروع؟ انت لسه صغير يعني مش راح اقول لك راح تتزوج بكره، ولكن هل في مشروع ارتباط؟ بس انا بس انا بدي اطمن عليك بس. ما في بالوقت الحالي، ولكن لو توفرت المؤهلات او الظروف الكامله فيس. يعني ما عندك مانع يا زلمه، احكي معك مليون في البنك وشغلك عقد 10 سنين، بنت الحلال اجتك واتفقتوا مستعد تتزوج هلا؟ ليش عم تسأل السؤال كأنه مصيبة؟ ليش لا؟ والله إنك وحش. أنا بشوف إنه مجتمعنا بتطلع على الجيزة بعد 30 مثلا. شوف أنا مع الزواج المبكر إذا توفرت الظروف الكاملة، سواء كانت مادية اجتماعية أو فكرية، أنت كيف تنظر للموضوع. بس إذا أنا كان عقلي في وشي رح أغلبها، وإذا هي عقلها في وشي رح تغلبني. بس إذا أنا ضبطت أموري وثقفت حالي بهاي الأمور أكثر وهي نفس الإشي وكان في المؤهلات المادية، كان بس. لا 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 لا، عجبتني عجبتني فيها هاي، عجبتني. بتدور لي على بنت الحلال مع الكاميرا، حط لهم حسابي انستغرام. شكرا شكرا مريد، والله شكرا لك، جلسه رائعه اكثر من رائعه. شكرا لك وشكرا لطماطم، موفقين ان شاء الله. موفقين طبعا.